السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هنا فيديو جديد من قناة طيور أحمد بدر. النهارده إن شاء الله هنتكلم على تربية الكتاكيت الصحيحة. طبعًا أول واحد أول معلومة معانا النهارده إن شاء الله اللي هي التدفئة المظبوطة. التدفئة مع التهوية. طبعًا زي ما احنا عارفين لازم يكون في تهوية في المكان ولازم برضو في تدفية، لازم نعمل عملية معادلة في النص، التدفية تكون مظبوطة ومعانا التهوية تكون مظبوطة. طبعا زي ما احنا شايفين انا جايب دفاية هنا اهو وكافي وشال تحت عشان تديني التدفية في المكان زي ما انا عايز، مقابل الأوضة مفتوحة ومقفلة معايا في نفس الوقت، يعني داخلة نسبة هواء بسيطة ما تكونش مباشر عليهم، وفي نفس الوقت برفع هنا معايا الفيتامينات شويه عشان تظبط معايا جهاز المناعه. يعني برفع الفيتامينات، يعني بنزل الفيتامينات على طول في الميه زي ما احنا شايفين كده. هنا الفيتامينات اللي انا منزلها اللي هو محلول الجفاف بتاع الاطفال، هنا بيخليهم يشربوا ميه كتير فتبقى في سوائل دايما في جسمهم ما يضعفوش. حلو الكلام؟ ولو قدر الله حصل اسهال، هنا الاملاح اللي انا حاططها اللي هي المحلول الجفاف اصلا عشان هو اصله املاح، فمن هنا بيعوض معايا السوائل اللي بيفقدها جسم الكتكوت، والكتكوت ما بيستحملش معايا لو فقد السوائل بتاعته هيموت معايا على طول. فدايما اكون حريص على الميه تكون فيها محلول الجفاف بتاع الاطفال، وممكن استقبله على استقبل الكتكوت لمده 3 ايام على محلول الجفاف ده. مقابل انا بدي العلف 23 مقابل ان في تدفئه على طول باستمرار، مقابل ان في تهويه، او التهويه عندك مش هتعرف تفتحها يبقى فيش ريحه. مفيش ريحه في المكان، يعني تنظف اول باول، يعني كل يومين تشيل تحتيهم وتحط جديد، فمن هنا مش هيحصل لهم وجع العيون ولا التنفس ولا اي حاجه. تمام؟ بس رقم واحد معايا اللي هيخلي الكتكوت يكبر معاك هي التدفئه. خلاص كده دي المعلومه اللي كنت عايز اوصلها لك. وطبعا زي ما احنا شايفين معانا الحمد لله براهمه هندي كل الانواع المستورده. وليه بقول الانواع المستورده؟ الانواع دي حساسه جدا فالتربيه بتاعتها بتبقى صعبه غير البلدي، والحاجه الحمد لله زي ما احنا شايفين بتاكل وبتشرب ونشيطه وما فيهاش اي مشاكل، ولو فيها مشكله احنا الحمد لله بنقدر نعالجها مع الوقت باذن الله. شكرا لحضرتك. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد عن عالم الفراخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.